بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، طلاب الغاليين أهلا بيكم. ده الامتحان الثالث يا شباب من امتحانات حصص مصر. طبعا أنا غبت عنكم تقريبا يومين ثلاثة كده، سامحوني فيهم، أخوك الصغير وغلط وأنا جاي أعتذر لكم. يعني إن شاء الله رب العالمين هنحل الامتحان ده النهاردة، وإن شاء الله بكرة هحل كمان امتحانين من حصص مصر. وانتظروا بقى مفاجأة كده مدوية للناس اللي معتمد عليا وما بتاخدش درس، والناس اللي بتاخد درس وعايزة تستزيد. هعمل لك شوية حاجات النهاردة وبكرة إن شاء الله رب العالمين تفرحكوا تماما وتخليك تدعي لي كده من قلبك مش نفاقا ورياء. هنحل مع بعض امتحانات شاملة. المصدر منين؟ النهاردة بالليل هقعد أدرس كده مع نفسي، هحل معاكم حاجة من اتنين، إما امتحانات المعاصر أو كتاب إيوان أو أول إن وان، اللي هو الكتاب اللي عملوه ثلاث مؤسسات مع بعض، اللي هم إيوان تريجر مع ماي ريفرنس مع توبرز. الثلاث مؤسسات دول اجتمعوا مع بعضهم وعملوا بوكلت امتحانات 30 امتحان. متخيل لما ثلاث مؤسسات يجتمعوا ويعملوا لكم بوكلت امتحانات؟ ده معناها سيادتك انك بتحل امتحانات عملها 15 مدرس على الاقل، كل مؤسسه من دول على الاقل فيها خمس مدرسين. حضرتك بتكون بتحل في افكار 15 مدرس، وانت عارفني خربوش وما بهديش نفسي، مش هرحم السؤال، هحلله لك بما يرضي الله وهطلع لك منه الافتكاسات الظاهره والغائبه. كل المطلوب منك بس انك انت تدعي دعوه حلوه كده، ولو ينفع تعمل لايك للفيديو، معلش انا عارفك هتخسر يعني، بس اعمل لايك للفيديو، اكتبي تحت في الكومنتس وانا يعني بقرا الكومنتس بتاعتكم والله على قدر المستطاع. ولو انا ما ردتش على الكومنت بتاعك ده ليس تجاهلا ابدا ابدا مني، انتوا كلكم غاليين عليا وكلكم في عينيا الاثنين، ربنا يحفظكم يا رب. تعالوا نبدا بقى كده عشان كترنا في الكلام. اول سؤال بيقول تشوز ذا كوريكت انسر فروم اي بي سي، اختار يا عم الاجابه الصح من الاجابات اللي قدامك دي. something that is made or grown in order to be sold، حاجه بيتم صناعتها او زراعتها عشان يتم بيعها، يبقى اكيد ده اسمه ايه يا ترى؟ اندستري الصناعه، ولا ماتيريال مادة خام، ولا برودكت المنتج، ولا انجريدينت المكون؟ اكيد ده المنتج. المنتجات هي حاجات بنصنعها او حاجات بنزرعها، منتج زراعي ومنتج صناعي. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، I usually not a quick revision. انت عارف ان الريفيجن دي باخد دايما معاها دو. I usually do revision، يعني بقوم بعمل مراجعة. وما تنساش ان في ميك ريفيجن، بس ميك ريفيجن دي معناها يراجع حاجة علشان يعدل فيها. حضرتك عندك امتحان كيمياء الصبح، جبت كتاب الكيمياء عشان تعمل ايه؟ عشان دو ريفيجن. طب سيادتك شغال سكرتيري وبتكتب مقالات عشان تنشرها مثلا يعني، او عشان المدير ينشرها. المقال اللي اتكتب ده احنا بنديه لحد تاني عشان يراجعه، لانه هيطلع منك اخطاء جرامر واخطاء في الكلمات واحصائيات عملها غلط، فهيعدلها. ما دام هيعدل يبقى دي اسمها ميك ريفيجن. باختصار دو ريفيجن يراجع عشان الامتحان، ميك ريفيجن يعني يراجع حاجه عشان يشيل الغلط ويحط مكانه صح. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طب سي يقول طبعا امبروف يحسن، وتيرن يعني يلف ويستدير، وتيرن معناها دور ودوره. The child suddenly، suddenly فجأة، cried and this not the silence that we were in for a long time. الطفل فجأة صوت، وده عمل ايه في السكوت اللي احنا كنا عايشين فيه؟ اكيد ده كسر السكوت، فعشان كده بنقولك broke the silence. broke the silence معناها تخطى السكوت او كسر السكوت. قاعدين ساكتين كده انا واصحابي، فجأة واحد منهم راح خبطني كده، فهو كده broke the silence، لاني برضو اكيد هخبطه على وشه اكيد يعني. ستوب يعني يوقف، ودمج يعني يتلف او يدمر، ورايزن التصريف الثالث من كلمه رايز اللي معناها يرتفع او يشرق. خد بالك دمج دي تعامل كاسم معدود واسم غير معدود. لو جبناها كاسم معدود يا شباب فهي دمج، دي معناها دامجز وكده معناها الخسائر. لكن كلمه دمج كاسم لا يعد بمعنى يتلف او يدمر ومعناها تلف ودمار. طيب احنا هنا اخترنا كلمه بروك. الجمله اللي بعد كده it is important to care about your workers problems if you want to be a good ايه، لازم تهتم بمشاكل العمال اللي عندك لو انت حابب تكون ايه جيد، اكيد تبقى مدير. المدير ده حضرتك قبل ما تنزل على اختيارات حاجه من اللي انا هقول لك عليهم دول، اما مانجر او بوس او امبلوير. فين امبلوير؟ اهي. طب الكلمات دي معناها ايه بقى بالصلاه على النبي؟ امبلوي اللي اخرها 2 اي دايما، بص خدها في الانجليزي كده، اي حاجه اخرها 2 اي دول اللي انت بتسميهم في العربي المفعول فيه يعني. فامبلوير امبلوي ده العامل، مش عارف هي اسمها كده في العربي ولا ايه، بس عموما خليني افتي يعني. امبلوي ده العامل. طب تريني المتدرب. طب انفايتي المدعو، وهكذا. طيب يبقى امبلوي ده العامل اللي بتساوي كلمه وركر يا شباب. انترفيوي المحاور اللي بيجرى معاه الحوار، ده المسؤول اللي بتسال. طبعا امبلوير دي قلنا معناها صاحب الشركه او الراجل مدير الشركه يعني، او الشركه نفسها. لما تشاور لي على شركه كده وتقول لي this company is the best employer in my city، الشركه دي اكبر شركه بتوظف ناس في بلدنا. انترفيور ده الراجل اللي بيسال، اللي بتنك عليك ويسالك، اسمه انترفيور. يبقى احنا كده قلنا امبلوير هنا اللي هو المدير. these boxes الصناديق دي، قبل ما احل كده خد بالك الحاجات التافهه ممكن تقع فيها في الامتحان. these وzoze لازم نعتبرهم جمع، هم جمع، فبعدهم لازم يكون اسم جمع، لانك ما ينفعش تقول لي هؤلاء الولد، هؤلاء الاولاد، خد بالك يعني. those boxes must be a to the factory today، الصناديق دي لازم ننقلها للمصنع النهارده. بص يا غالي، هتشيل حاجه من مكان توديها مكان تاني
يبقى اسمه ترانسبورت، يبقى عشان كده هنقول ترانسبورتد. ده رقم واحد. رقم اتنين، كلمة ترانسمت ده يرسل أو ينقل إرسالا أو بثا. التلفزيون والتليفون والراديو الناس دي شغالة ترانسمت. طب ترانسبلانت لما يكون في مريض قلبه باظ وهنجيب قلب تاني نركبه له، فده اسمه ترانسبلانتيشن، عملية زراعة أعضاء الجسد. أعضاء الجسد. فعايزك تحفظ الكلمات دي عشان ما ترتحترش. معنى كلمة واحدة اللي هي كلمة ترانسهاكتد دي المتداول يعني. كده خلصنا أربع كلمات واخترنا ترانسبورتد. تمام. That they asked us to leave our A in the hotel safe. طبعا هم سألونا أن نغادر our A في الهوتيل سيف. سيف دي معناها خزنة، يعني طلبوا مننا إن احنا نحط إيه بالظبط في خزنة الفندق. تعال نشوف. أول حاجة كده variables دي المتغيرات. أنت عارف يقول لك المتغير س والمتغير ص، الرجالة دول اسمهم variables. valueless يعني عديم القيمة، ملوش أي 60 لازمة. واحد عمال يكلمك في موضوع وتقول له على فكرة الموضوع ده أصلا valueless، أنت بتحكي لي عنه ليه؟ valueless يعني ليس له قيمة. valuables معناها الأشياء القيمة، الأشياء الثمينة ذات القيمة يعني. و values اللي هي القيم، و value دي بنستخدمها كفعل بمعنى يعطي شيئا قيمته. عشان كده يقول لك you should always value your parents، لازم تعطي والديك قيمتهم. وبالتالي خدنا هنا كلمة valuables. طيب بعد كده he is getting a phone installed tomorrow، هو بكره هيتركب له التليفون ان شاء الله. ده معناها السينونيم بتاع كلمه install. install هنا معناها يركب جهاز. install اللي معناها يركب جهاز ممكن نستخدم بدلا منها كلمه fix يعني يثبت، اللي هي رقم بي. طيب وواحده كمان ممكن اقول لك زي installed my father as a manager. installed هنا معناها ان هم جعلوا ابي مديرا. لما اقول لك زي installed my father as a manager ده معناها ان هم نصبوه كمدير. يبقى install يثبت برنامج بتساوي fix. انستول معناها ينصب شخصا في وظيفه، ممكن نستخدم بدلا منها امبلوي او هاير. طيب امال ايه فاير دي يا عم؟ فاير دي معناها اشعل النار، وفاير معناها طرد. بتساوي لو هي معناها طرد فكلمه فاير معناها يطرد، ديسمس معناها يطرد. طيب امال ايه كلمه ادوبت دي؟ ادوبت دي يا شباب معناها يتبنى، لكن في كلمه اسمها ادابت نفس الكلمه بس بدل الاو اي، ادابت يتكيف معه. طيب وعايزك تفهم ان كلمه ادوبت يتبنى طفلا، طفل مثلا ملوش اهل فاحنا نتبناه، فهي اسمها ادوبت. ويتبنى فكرة أو يتبنى اتجاها سياسيا فدي اسمها الدوت. طيب أمال إيه؟ طيب فاير، فاير قلناها قبل كده ودامج قلناها قبل كده، فاحنا اخترنا هنا فيكسد التالي. بقول لك choose the correct answer from ABCD. some people like to مش عارف إيه ده capture، to capture some birds in cages. capture دي ليها معاني كتير، من بينها يلتقط صورة. لما أنت تمسك موبايلك and you are trying to capture a photo يعني بتحاول تلتقط صورة. كلمة capture برضو معناها يؤثر يعني يستولي على، يعني يحبس حد او يستولي على بلد. طيب فبيقول لك capture some birds يعني يحبس بعض الطيور in cages. بالمناسبه capture some birds in cages كل الهبل ده ممكن كنا نشيله ونستخدم بدلا منه cage birds. ما هو كلمه cage معناها قفص ومعناها يحبس في قفص، مش موضوعنا. but I don't like it، ما بحبش فكره ان احنا نحبس الطيور في اقفاص. ده the antonym of the underlined word. كلمه capture اكيد هي اللي تحتها خط، تحتها خط. الكلمه دي عكسها ايه بقى؟ احنا قلنا كلمه capture يعني يحبس، يبقى عكسها يطلق سراح او يحرر. طب تعالى نشوف. بليز دي معناها معذره او من فضلك يعني ولو سمحت، وكلمه بليز معناها يسعد. I'm trying to please my father by my success، انا احاول ان اسعد والدي بنجاحي ان شاء الله كده يعني. realize يعني يدرك، وعلى فكره كلمه realize معناها يدرك. ممكن اقول لك I realized that you took my pen او you had taken my pen، انا ادركت انك اخذت قلمي، كده معناها يدرك. لكن لما اقول لك I'd like to realize my ambition هنا معناها achieve my ambition. طب كلمة seize دي معناها يؤثر أو يستولي على، بتساوي كلمة capture. طب كلمة release بقى هي اللي يطلق، لأنك عايز عكس كلمة capture يطلق اللي هي release. السؤال اللي بعد كده يا شباب. He had grown A in Tanta before moving to Cairo. قبل ما ينتقل للقاهرة هو نما ترعرع في طنطا. يا نمو ترعرع اسمها grow up اللي هي number B. ما ينفعش إن أنا أستخدم with، ممكن تقولي he had grown up with مثلا disability، نما او ترعرع باعاقه، كان عنده اعاقه يعني. It is challenging to win this international race. بقول لك ان من الصعب ان اللي فيه تحدي يعني انك تفوز بالانترناشونال ريس، السباق العالمي ده. كلمه challenging هنا في الكلمه دي في الجمله دي موقعها يا ترى فيرب ولا adjective ولا noun ولا adverb؟ طب ما تيجي نترجم. بقول لك انه من الصعب، كلمه صعب دي اصلا صفه يبقى adjective. امال ايه فيرب؟ فيرب يعني فعل زي play ورن وكده. طب كلمه noun، noun الاسم زي مثلا play، زي boy كار كات، الناس دي اسمها ناون. طب ادفيرب اللي هو الظرف، وخد بالك ان الادفيرب ده اصلا لو ركزنا فيه عباره عن كلمتين، عباره عن كلمه اد اللي يختصر لادجكتيف، وفيرب اللي هو الفعل. الظرف اصلا ما هو الا صفه للفعل. فلما اقول لك هي بلايد مثلا، هي بلايد هابلي، لعب بسعاده او عزف بسعاده، كلمه بسعاده دي صفه للفعل، هو لعب ازاي، كيف لعب بسعاده، فاحنا هنا قلنا ادجكتيف.
أو أن is a room under the house. كل غرفة تحت المنزل or other building أو أي مبنى تاني. Often used for storing things. استخدمناها عشان نخزن الأشياء. عايز أقول لك على ملحوظة قبل ما نحل الجملة دي. الغرفة دي يا غالي لو تحت المنزل هي اسمها قبو، لو فوق المنزل بنسميها attic. ATTIC. أنا طبعا مش عارف أكتب عشان المحتوى الحتة اللي قدامي المحددة بسيطة كده. فالمهم attic. ATTIC. attic الغرفة اللي بتبقى فوق السطح اللي بنخزن فيها الحاجات. يبقى باختصار غرفة تحت المنزل بنخزن فيها يبقى دي اسمها القبو، اسمه سيلر. طب غرفة فوق البيت بنخزن فيها يبقى اسمها attic. ATTIC. طب احنا كده اخترنا مين؟ سيلر. طيب بعد كده الجملة the captain اللي هو الكابتن أو القبطان أو كابتن الفريق أو المدرب asked his players، يبقى كده مدرب الفريق طلب من لعيبته to not their best next match as it is very important. الماتش الجاي ده يا جدعان اهم ماتش في الدنيا، فعايزكم ايه؟ تبذلوا قصارى جهدكم، فنقول do their best. طب تعال نشوف كده. The captain asked his players to do their best، يبقى do their best. لكن كان ممكن اقول لك make the best of او make the best use of، معناها يحسن استغلال. The captain asked his players to the best of، هي جات لك لوحديها سبحانك يا الهي. احنا قلنا بقى do قلنا do your best او do their best يعني يبذلون قصارى جهدهم، لكن هنا make the best of او make the best use of، الاثنين صح. ركز معايا كده، اكتب do their best. do لازم بعدها their your her his اي حاجه من دول، my وهكذا، او make the best use of او make the best of، الثلاثه بنفس او الاثنين بنفس المعنى اللي هم مين؟ make the best of و make the best use of. يبقى احنا كده خدنا make the best of يعني يعني يحققون اعلى استفاده منه. Our teacher told us that the earth around the sun. المدرس بتاعنا قال لنا ان الارض بتلف حوالين الشمس، وده حقيقه، يبقى اوربت، لان ده حقيقه علميه، فمضارع مضارع والدنيا خلصانه. عايزك تفهم ان كلمه اوربت دي بتساوي كلمه spin around، وبتساوي كلمه spin around، وبتساوي كلمه go around. خد بالك من دي كويس. He was able to win the game. هو كان قادر على انه يفوز باللعبه. But he lost it. لكنه للاسف خسر. ده معناها ان هو ما فازش اصلا. طيب ده معناها حاجه من الاثنين يعني قبل ما ننزل تحت. ده رقم واحد معناها ان he didn't win، لم يفوز باللعبه. طب فاكر لما كنت بقول لك في حاجه معناها كان ممكن يعمل بس ما عملش، اللي هي could have والباست بارتيسيبل، فده معناها he could have won. تاني كده ركز. لما انت تقول لي I could have played، ده معناها انك كان ممكن تلعب بس انت ما لعبتش. I could have eaten، كان ممكن اكل بس ما اكلتش. I could have washed، كان ممكن اغسل بس ما غسلتش. فهنا في الجمله بقول لك هو كان قادر ان يفوز باللعبه بس هو خسر، ده معناها ان هو ما فازش وكان بامكانه ان يفعل لكنه لم يفعل. could have won. بعد كده بيقول لك not to help that old man to cross the street. طبعا انت واخد بالك ان اخر الجمله علامه استفهام، فده سؤال. حلو حلو، فاحنا لازم نبدا السؤال بعلامه استفهام او فعل مساعد، موجودين الاربعه فيهم وظف الاول، فدي مصيبه. بص بقى ركز عشان اقول لك على احتمالين ينفعوا. انا عايز اقول لك هل كان من الضروري، فاحنا هنكتب حاجه من دول. مش عارف، انا هحاول انزل تحت كده افتح. عايزك تركز معايا في الثلاث جمل اللي ظهروا قدامك فجاه دول اللي كتبتهم دلوقتي حالا. دول الثلاثه معناهم واحد بالعربي، معناهم بالعربي كده هل كان من الضروري ان تفعل كذا. عايز اقول لك هو كان ده لازم تلعب يعني، يبقى was it necessary to play، ده واحد. او انك تقول لي was it a necessity. انت عارف انك لما تستخدم a لازم تجيب بعدها اسم، وكلمه necessity necessity معناها ضروره، كلمه must معناها يجب ان، ومعناها ضروره برضو كاسم وفعل. فلما تقول لي was it a، ما دام في a يبقى في حاجه من الاثنين، يا اما a necessity او a must، واحده من الاثنين. طب ما فيش a يبقى نقول was it necessary to. الاثنين دول معناهم هل كان من الضروره ان تفعل كذا. طيب نرجع لجملتنا بقى. انت بقى بتقول لي هنا was it a necessity، اه صح. طيب was necessary it، طب فين was المفروض بعدها ات اللي هو بعد الفيرب تو بي نجيب او بعد الفعل المساعد بنجيب الفاعل اللي هو ات، المفروض مش موجود، يبقى دي غلط. طب ووز موجوده وات الفاعل موجوده، وبعدين نيسيتي موجوده، بس احنا شرطنا شرط عشان استخدم نيسيتي يا شباب لازم يكون قبلها ا. طيب نرجع لموضوعنا تاني. طيب اللي بعدها ووز ات نيسيتي في ا، لا مفيش ا يبقى دي غلط. طب ووز ات ا، حلو قوي كده. طب نيسيري، لا ما ينفعش. يا اما انك تشيل الا وتقول ووز ات نيسيسيري، او انك تقول ووز ات ا نيسيسيتي، فالاولى رقم ايه اللي صح. 17 بيقول لك by the time سيف was 7 he knew to speak 3 languages well. قبل ما يبقى عنده 7 سنوات سيف ايه؟ انه يتكلم 3 لغات كويس. الفعل اللي هو في الاختيارات هنا قدامك مديك كلمه teach يعني يدرس. انت عايز تقول بقى لم قبل ما يوصل على 7 سنين هو درس ان يتحدث ولا درس له؟ درس له، ده معلوم ولا مجهول؟ لا مجهول. فانا هدور على حاجه من الاثنين، يا اما had been taught يا اما was taught. في الاختيارات هنا قدامك was taught. عارف انت لو خدت لي was teaching يعني كان يدرس.
طب توت يعني درسها، لكن هات توت درسها برضه، احنا عايزين كان يدرس له، يبقى was توت. على فكرة لو انت مش بالع was توت كان ممكن تستخدم مكانها learned اللي هي تعلمها، بس خد بالك learned من غير حاجة خالص او was توت الاتنين بنفس المعنى. since مها stayed in Canada، من ساعة ما مها قعدت في كندا. I not from her، انا لم اسمع منها. لاحظ ان since ومعاها ماضي بسيط، فحضرتك عايز مضارع تام اللي هو haven't heard اللي هي الاولى. طيب الجملة دي ممكن يلعب فيها لعبة ويقول لك مها didn't write to me since مثلا she، او جملة تانية مها sent me a letter yesterday، مها بعتت لي خطاب بالامس. اكتب تاني كده، اكتب ورايا، مها sent me a letter yesterday نقطة، وبعدين since مها stayed in Canada I، هنا كنا هنقول hadn't heard لانه قدم لك في الاول جملة ماضي. طيب اللي بعد كده I not this means I that someone changed my car oil، شخص غير لي الزيت، يبقى دي سببية من غير ما تفكر. يبقى أنا عايز get مفعول to المصدر، have مفعول مصدر، مع العلم إن أنا ممكن أجيب get و have مفعول ing. طب تعالى أمسك أول واحدة، I got my oil to change، يعني جعلت الزيت يغير. طب لا دي غلط. طب ليه غلط؟ عشان أنت عايز هنا الزيت يغير مجهول، وما دام مجهول يبقى get او هاف مفعول باست بارتيسيبل. طب اي تشينجد ماي كار اويل، دي حلوه صح، بس دي معناها انك انت اللي غيرت بنفسك. انت في الجمله قلت لي شخص غير لي، شخص غير لي، يبقى انا هدور على حاجه من اثنين، اي جوت ماي اويل تشينجد، او اي هاد ماي اويل تشينجد، او اي جوت سام وان تو تشينج، او اي هاد سام وان تشينج. هنا هاد تو تشينج، لا برضو هاد ماي كار اويل تشينجد، يبقى احنا خدنا هاد ماي كار اويل تشينجد، وكان ممكن نقول اي جوت ماي كار اويل تشينجد. حلو، ما بنسيبش جملة غير لما نفصصها، قدر بقى دي. طيب my teacher asked me I had done in the summer holiday، مدرسي سألني أنا فعلت في الأجازة، يبقى أكيد سألني ماذا فعلت، يبقى what. وعلى فكرة كان ممكن نستخدم where وحاجات كتير كده، يعني مثلا كان ممكن أقول لك my teacher asked me where I had gone أو I had been in the summer holiday، هو سألني أين ذهبت لكن ماذا فعلت. ممكن أقول لك asked me when I had come back from the summer holiday، متى عدت. فاحنا هنا اخترنا وات عشان المعنى. All of my cousins watching English movies، we usually watch them together. All دي يا مستر لما يجي بعدها اسم جمع فلازم الفعل يكون جمع. حلو حلو، فما ينفعش افكر في كلمة likes دي خالص، هنستبعدها. باقي معايا have liked و had liked و like، تمام. طب انت بتقولي كل ولاد عمي مشاهدة التلفزيون، احنا usually عادة، يبقى انت بتعبر لي عن عادة في الجملة، فالجملة لازم تبقى مضارع بسيط، فعشان كده like. I phoned my employer three times، أنا اتصلت بمديري ثلاث مرات. But he was، لكن هو كان إيه يا ترى؟ So busy that he answered، يعني مشغول جدا لدرجة إن هو رد عليا. شوف الماوس، امشي مع الماوس. So busy يعني مشغول جدا، that يعني لدرجة إن هو رد عليا. إزاي مشغول ورد عليا؟ يبقى ما ينفعش. Too busy يعني مشغول جدا لدرجة إن ما ينفعش to answer me، كان مشغول فما ينفعش يرد عليا. هي دي، أنت أكيد عارف وحافظ إن to صفة to معناها جدا لدرجة إن ما ينفعش. فانت بتقولي تو بيزي تو يعني مشغول فما ينفعش يرد عليا. طيب هنا بقى، طب شوف رقم سي برضو، ما هي رقم سي دي حلوه برضو. such a busy man that he answered me، رجل مشغول جدا لدرجه ان هو رد عليا. طبعا غلط، عشان كده دايما بقول لك ترجم يا ابن الناس، ما تحلش بالكيلو. الناس اللي بيحلوا بالحب هيقول لك اول واحده دي حلوه، ورقم سي برضو حلوه، ورقم دي حلوه. ليه يا عم؟ ما اصلا حافظ ان سو صفه ذات، وساتش ا وان، وبعدين صفه، وبعدين اسم، وبعدين ذات، وبعدين احنا بنجيب الصفه، وبعدين انف، وبعدين تو. ما هم الثلاثه كده حلوين اهو، بس انت بتختار معنى مش بالكيلو يا حاج. ماي لابتوب، الكمبيوتر بتاعي. ايه بقى موضوع الموضوع كلمه نيد دي؟ عايزك تحفظها وتعرفها عشان تخلص منها. نيد في المجهول حاجه من اثنين، يا اما نيد تو بي باست بارتيسيبل، يا اما نيد واي ان جي، تمام. طب تعالى نشوف، ماي لابتوب نيدز تو بي فيكسنج، لا كان المفروض تبقى نوت نيدز تو بي فيكسد. طب هنا نيدز تو بي فيكسد حلوه ديت. طب is needed to fix، يحتاج ان يصلح؟ لا طبعا، needs to fix يعني يحتاج ان يصلح الكمبيوتر، يجب ان يصلح مجهول، يبقى needs to be fixed. how much do you think، ايه بقى عايزك تقول، عايزك تعتقد، او بتسألك بيقول لك كم تعتقد ان هذه السيارة تكلف. بداية قبل ما نحل الجملة دي، how much دي او جملة السؤال، بص ركز، جملة السؤال في الكلام الغير مباشر تركيبتها بتكون مختلفة. يعني مختلفة، بجيب أداة استفهام، فاعل فعل مساعد. طب لو في سؤالين ورا بعض، الاولاني بيبقى سؤال عادي والتاني خبري، يعني زي دي كده مثلا، هاو ماتش اداه استفهام، الفعل مساعد دو، الفاعل يو، خلصت. الجمله الثانيه بقى هتكملها جمله خبريه، يبقى دو يو ثينك، وبعدين المفعول اللي هو ذا كار، وبعدين الفعل اللي هو كلمه كوست. فين ذا كار كوست او ذا كار كوست؟ واحده من اثنين. هنا رقم بي ذا كار كوست. طب ما تشوف الاولانيه،
Do you think costs does the car؟ بداية يا عم الحاج في الكلام الغير مباشر ما ينفعش نستخدم الفعل المساعد do does وdid إطلاقا، فإحنا استبعدنا دي. رقم اتنين costs the car، لا لازم نبدأ بالمفعول الأول وبعدين الفعل، والأخيرة فيها does فما ينفعش. يبقى إحنا كده قلنا how much do you think the car costs، بعد كده take a bottle of water with you، خد معاك إزازة مية. You not are thirsty with you not you are thirsty in your journey، خد لك يا ابني إزازة مية معاك ربما تعطش، ربما دي اللي هي in case من غير اوف، خد بالك انت وانت بتحل انت اكيد خربوش شايف ان هنا يو ار ثيرستي يعني انت عطشان، يعني جمله سليمه، فما ينفعش افكر في ان كيس اوف ولا وزاوت ابدا. تفكيرك في كله في كلمه انليس وان كيس لانهم بيجوا بعدهم جمله، لو خدنا ان كيس يعني ربما، طب انليس لو لم، فانا بقول لك خد معاك ازازه ميه لو انت ما عطشتش، ولا خد معاك ميه ربما تعطش ربما، يبقى ان كيس. Of your of my parents is at home today because they are at work. بص ايه من ولدايا في البيت النهارده، اصل هما الاثنين في الشغل، يبقى مفيش حد في البيت. طب هما كام واحد؟ هما اتنين، يبقى ناخد نيزر واحنا ساكتين. كونهم ماي بيرنتس يا جماعه هما اتنين ابويا وامي، فانا هستبعد وش كلمه اول ونن وهاف، الاثنين الثلاثه دول لازم اشيلهم لما اكون بتكلم على حاجتين، بستبعد الثلاثه اللي هما مين، اول ما تجيش مع اتنين، نن ما تجيش مع اتنين، هاف ما تجيش مع اتنين. طيب ما انت باقي معاك بوث بتيجي مع، ما هما اتنين وبوث تيجي مع اتنين، بس ينفع تقول لي ابويا وامي هما الاثنين في البيت اصل هما الاثنين في الشغل؟ هبل، انت بتقول لي مفيش حد من ابويا ولا امي في البيت اصلهم في الشغل. بعد كده you not fishing without having permission it is up to you، الموضوع براحتك يا عم براحتك عادي انت حر يعني، فانت ممكن تروح وممكن ما تروحش. طب تعال نشوف can to go يعني معناها لا تستطيع ان تذهب، ولا go انت تذهب، ولا can go انت يمكنك ان تذهب. الراجل قال لك هنا ايه it is up to you، فهنا معناها ان you can go fishing without having يعني ممكن تروح براحتك من غير ما تستأذن، الموضوع عادي مفتوح بحري. If you hadn't taken ده حالة تالتة your umbrella you ايه بقى؟ والله حالة تالتة فأنا عايز would have والباست بارتيسيبل. حلو انزل الاختيارات كده شوف لو في would have wouldn't have ارجع ترجم، طب would have لوحديها خدها واجري وقول التالي. بعد كده بقول لك which of the following has the correct ending punctuation، ايه في دول الترقيم اللي في الآخر فيه صح؟ هو حدد لك ending يعني انت تركيزك يكون في الending. يعني اول حاجه كده عايز اقول لك هاف ا نايس تايم، بدايه هاف ا نايس تايم دي من العبارات اللي انا بحط في اخرها اكسكلاميشن مارك، فمن غير ما تفكر وتدبر اكيد هي دي. غير كده كمان انت عارف كويس ان ما ينفعش احط في اخر الجمله كده بانكتويشن دي كده من نفسك، اللي هي الجمل اللي بتاعه الاقتباس دي الكوتيشن مارك دي ما ينفعش نحطها كده، حتى دي نص يعني المفروض كنا حطيناها في الاول حتى عشان نكرم نفسنا معاها كده. بعد كده supporting details، احنا قبل ما نحل كده supporting details دي احنا كررناها كذا مره، supporting details معناها انك تديني امثله وتديني اسباب وتديني تفاصيل اكثر ما يكون. رقم واحد اعرف كده عن supporting details، رقم واحد ان هي عباره عن reasons و examples و details. رقم اثنين ممكن كمان researches كمان ابحاث وحاجات كتير تحطها. عايزك تفهم ان supporting details دي يا حبيبي ما تجيش لا في النهايه ولا في المقدمه، بتيجي دايما في البودي في الباراجراف اللي في النص يعني. طيب يبقى احنا كده قلنا هنا reasons و examples وكده. طب امال ايه يا مستر synthesis و signal، كلمة signal دي احنا حفظناها signal that increase effectiveness of organization، الجملة اللي فيها signals دي دايما عايزك تختار فيها transitions مباشرة. طيب بعد كده التالي which of the following is correct، ايه من دول صح؟ it doesn't really matter how many sentences are there، مش يعني مش مطلوب او مش معروف كام الجمل اللي انت تكتبها، ومش لازم يعني ماهوش قضيه انت هتكتب كام جمله في الباراجراف. Two sentences are enough for being called a paragraph، جملتين اتنين كافيين ان احنا نسميه باراجراف، ده هبل. هو في باراجراف عباره عن جملتين؟ ده انت وانت صغير في ابتدائي كان بيقول لك اكتب باراجراف مكون من خمس جمل، فما فيش باراجراف جملتين. A paragraph must include at least three sentences، لازم يكون فيه على الاقل ثلاث جمل، برضه هبل. A paragraph must include لازم يبقى خمس جمل، برضه هبل. قال لك ان مش مشكله انت هتكتب باراجراف من كام جمله، ممكن 10 15 20. از نوت شوز ذا بيجيننج اوف ا باراجراف، مين اللي بيبين لك بيجيننج اوف ذا باراجراف؟ يعني ايه بيجيننج اوف ذا باراجراف؟ انا راجل عايز اكتب باراجراف دلوقتي جمله، نعتبر ان ده باراجراف، في اول باراجراف كده انت بتسيب شويه حته فاضيه كده، النص سنت اللي انت بتسيبه ده اسمه ايه بقى من الناس اللي هختارهم دلوقتي دول؟ اسمه داش؟ لا داش دي يا مستر اللي هي الشرطه المايله اللي هي بتكون بير اور مثلا، شرطه في النص. indent هي دي، indent يا شباب هي المسافه اللي في اول باراجراف. امال ايه كابيتال ليتر؟ الكابيتال ليتر دي اللي بتكون في بدايه الجمله، بتكون في beginning of a sentence. طب بيريد في اخر الجمله، وما تنساش ان هي اسمها بيريد واسمها دوت واسمها فول ستوب. you don't know include ايه in a closing paragraph، في الكلوزنج باراجراف. يعني ايه كلوزنج باراجراف؟ انت هتنهي الباراجراف، هتكتب اخر جمله في الباراجراف، انت بقى ما بتكتبش فيها ايه بقى، المورال ولا الهوك ولا closing sentence ولا final results.
تعال اول قبل ما نحل كده عايز تعرف كلمه مورال دي اللي هي القيمه الاخلاقيه. طب هوك، هوك اللي هي الخطاف، ودي اصلا بتكون فين؟ في الانترودكشن او بتكون في الـ في البودي. انت بتكتب في البودي جمل، في اول البودي باراجراف كده بتكتب جمله بتخطف القارئ، فالجمله دي اسمها هوك. طيب كونكلودنج سنتنس اللي هي الجمله الختاميه ما بنكتبهاش في كلوزنج باراجراف، ده هي مكانها هنا. فاينل ريزلتس النتائج الختاميه لا بنكتبها برضه. يبقى انت كده الهوك ما بيتكتبش في الكلوزنج، بيتكتب في الاول، اصل من معناه هي خطاف يعني بيخطف القارئ بحيث يكمل. طيب بيقول لك ذا بالك از انذر نيم فور ذا اي اوف ذا اساي. بدايه كده تعالى نتعرف على المعاني الاول. اول واحده كلمه بودي، بودي دي اللي هو جسم الباراجراف. تعال نترجم الاول يا شباب الكلمات الاربعه دول عشان نعرف المعنى بتاعهم. اول حاجه كده بودي اللي هو جسم الباراجراف، اللي هو الفكره الاساسيه اللي بنكتب عنها في الباراجراف بنشرحها في البودي. طب سيسس ده اللي هو الاطروحه، الموضوع بتاعك، حاجه كده زي العنوان بس احنا بنصيغه في الباراجراف من جوه في اول باراجراف. كونكلوجن الخاتمه، وهوك دي الخطاف اللي هي الجمله اللي بتجذب القراء. طيب كلمه بالك قلت لك هي الفكره الرئيسيه، يبقى دي فين؟ في المين، في البودي. يبقى رقم، يبقى عايزك تفهم ان كلمه بالك دي كلمه اخرى معناها بودي، زي ما كنا بنقول كلمة هوك دي الخطاف يعني الجملة اللي بتجذب انتباه القراء. طيب بعد كده از الديجيتال مسج، رسالة رقمية، يبقى ده أكيد الإيميل، يبقى إيميل. ديجيتال يعني رقمي بالكمبيوتر والتليفون. طيب ويتش باراجراف از بانكتشويتد كوركتلي، إيه الباراجراف اللي معمول له بانكتويشن صحيح؟ أنت تروح نازل بعينك صاروخ على مين؟ على آخر الجمل زي الشاطر كده. أول باراجراف آخره حاطط لك علامة تعجب، وده نقطة وده نقطة وده نقطة. لا ما هو ممكن يبقى باراجراف آخره سؤال محطوط له سؤال تعجبي كده فعامل العلامه دي، فلا ما ينفعش. لو كان اخر اخر الجمله خالص في الباراجراف يا شباب معمول فيها كولون او سيمي كولون، تعالى اعرف ان ده خطا مباشره. طيب at one time people drank blood to make them strong. When doctors understood how blood went around inside the body they tried ways of giving blood to people who needed it. الجمله دي جمله خبريه، فالمفروض انا محتاج نقطه هنا، فدي غلط. طيب اللي بعد كده at one time ده ظرف زمان في اول جمله فعملنا كوما فعلا. people drank blood to make them strong، نقطه تمام، دي جمله خلصت حطينا نقطه. الجمله دي بدأ برابط فلازم يكون في او في النص كوما زي ما عملنا هنا كده في الحته دي. طيب how blood went out inside the body كوما they tried ways of giving blood to people who needed it. الجمله دي كلها كده جمله خبريه ما فيهاش اسئله، وبالتالي اخر جمله محتاجين نقطه موجوده. الجمله بدأ برابط، شوف انا بفحص ازاي، الجمله بدأ برابط والمفروض بعد الرابط يكون في كوما في نص الجمله، موجوده. الجمله بدأ بحرف كابيتال تمام، ده ظرف زمان زي بعده كوما يبقى موجوده، يبقى الجمله دي هي اللي صح. طب اللي بعدها at one time بعده على طول نعمل الكولونز، لا مكانها كده غلط. المفروض ان انت لما تبدأ الجمله بظرف زمان بكلمه once مثلا وحاجات زي كده تعمل الايه الكوما مش الكولون. طب اللي بعدها هنا عامل علامه تعجب، يبقى رقم بي هي اللي صح. بعد كده بيقول لك ايه بقى في الترجمه tolerance is a good quality that all religions cultures and social systems call for. التسامح هو صفه جيده. that all religions كل الاديان and cultures ثقافات we can feel it obviously يمكننا ان نشعر بها بوضوح in all our in our daily treatments في تعاملاتنا اليوميه. sometimes احيانا خد بالك بعد الظرف جاب لك كوما ازاي it might seem to disappear يبدو احيانا انها قد تختفي but it is always there ولكنها دائما متواجده او موجوده. تعال نشوف بقى الاختيارات كده الترجمه ونشوف من الصح. ان التسامح صفه جيده تتصل بها جميع الاديان. تتصل هو ترجم لك كلمه كول هنا بمعنى يتصل، اه كل يتصل اه، بس هنا كول يعني ينادي بها، يبقى اول واحده بالصلاه على النبي بقت غلط من غير ما نكمل. ان التسامح صفه جيده تدعو اليها جميع الديانات او الاديان والثقافات والانظمه الاجتماعيه ويمكننا ان نشعر بها بوضوح في علاجاتنا اليوميه. برضه ضحك عليك هنا، هو ترجم لك كلمه تريتمنت اللي هي تعاملات او معاملات ترجمها علاجات. ايوه الكلمه دي معناها علاجات بس مش في السياق ده، يبقى الثانيه كده برضه باظت. ان التسامح صفه جيده تدعو اليها جميع الاديان والثقافات والانظمه الاجتماعيه وقد نشعر بها بوضوح في تعاملاتنا اليوميه وفي بعض الاحيان قد يبدو انها تظهر لكنها موجوده دائما. يبدو انها تظهر، وقال لي هنا it seems to disappear تختفي، يبقى برضه الثالثه غلط. ايه الاجابه الاخيره اللي صح اكيد من غير ما تقرا؟ سمع صفه جيده تدعو اليها جميع الاديان والثقافات والانظمه الاجتماعيه وقد نشعر بها بوضوح في تعاملاتنا اليوميه وفي بعض الاحيان قد يبدو انها تظهر لكنها موجوده دائما. انا قرات دي مرتين، الاخيره بقى اللي المفروض نقراها. ان سمع صفه جيده تدعو اليها جميع الاديان والثقافات والانظمه الاجتماعيه ويمكننا ان نشعر بها بوضوح في تعاملاتنا اليوميه في بعض الاحيان قد يبدو انها تختفي، يبقى الاجابه دي طبعا زي ما اتفقنا اللي صح. احنا قرانا اللي فات مرتين. اللي بعد كده
The new traffic law قانون المرور الجديد is extremely strict صارم بشدة. It aims at protecting تهدف إلى حماية the lives of innocent citizens حماية أرواح المواطنين الأبرياء from the recklessness of some drivers من تهور أو إهمال تهور يعني أو سرعة بعض السائقين المهملين. Punishments include تشمل العقوبات السجن and paying a lot of money ودفع المزيد من المال as fines كغرامات. أنا أعتقد أنه يترجم fines في مصيبة فيها. إن قانون المرور الجديد صارم للغاية حلو كده وهو يهدف إلى حماية أرواح المواطنين الأبرياء برضو لحد دلوقتي حلو من تهور بعض السائقين وتشمل العقوبات الحبس ودفع الكثير من المال كغرامات. طيب تعال نفحص الجملة واحدة بواحدة. أول حتة كده قانون الحتة الأولانية بتاعت قانون المرور الجديد صارم للغاية دي موجودة فعلا. The new traffic law is extremely strict تمام ويهدف إلى حماية أرواح المواطنين الأبرياء. قال لك فعلا هو it aims at protecting the lives of innocent citizens from the recklessness of some drivers من إهمال بعض السائقين. هو هنا قال لك أو من تهور بعض السائقين. هو قال لك هنا من تهور بعض السائقين وتشمل العقوبات الحبس ودفع الكثير من الأموال موجودة فعلا. include imprisonment and being out of money as fines كغرامات يبقى دي موجودة صح. طب الجملة الثانية بقى يبقى الأولانية هي اللي صح. طب نشوف بقى الثانية غلط. لأن قانون المرور الجديد صارم للغاية وهيهدف لحماية أرواح المواطنين الأبرياء من تهور بعض السائقين وتشمل العقوبات لحد هنا حلو والسجن وتشمل العقوبات والسجن. طبعا الواو دي زياده المفروض نقول تشمل العقوبات السجن مش ممكن يبقى خطا مطبعي يا مستر. مفيش في الترجمه خطا مطبعي ممكن يعمل حرف واحد. ودفع الكثير من المال بخير طبعا بخير دي غلط. هو ترجم لك كلمه فاين غرامه ترجمها لك بخير. اخواتنا اللي هيستخدموا القاموس في الامتحان هتتورط. ان قانون المرور الجديد صارم للغايه وهو يهدف لحمايه ارواح المواطنين الابرياء من بعض السائقين شال كلمه من التهور فطبعا كده بوظ الجمله. قانون المرور الجديد صارم للغاية ويهدف إلى حماية المواطنين الأحياء. لا مش الأحياء حضرتك. هو قال لك المواطنين الأبرياء innocent citizens يبقى أول واحدة اللي صح اللي بعد كده. 39 ما زال العالم كله يعاني من الآثار السيئة التي تسبب فيها فيروس كورونا. بعض الدول تحتاج لسنوات لكي تعود مرة أخرى إلى ما كانت عليه قبل فيروس كورونا. تعال نشوف. The whole world still suffers from the bad effects that coronavirus has caused. الجملة دي زي الفل. Many countries need years to come back again. الكثير من الدول تحتاج سنوات لتعود مرة أخرى. As they were before coronavirus. أول جملة دي مظبوطة زي الفل. طب الثانية ليه غلط بقى؟ The whole world still suffered. طبعا still suffers المفروض suffered demand فدي باظت. طب اللي بعدها The whole world still suffers from the good effects الآثار الجيدة. لا هو قال لك إن الآثار السيئة يبقى دي برضو غلط عشان كلمة good. طب اللي بعدها The whole world still suffer غلط برضو. العالم ده مفرد يا عم الحاج المفروض suffers يبقى أول واحدة اللي صح. شوف أنا بفحص الجملة بالراحة وبفليها إزاي. شوف أنا بعمل اعمل كده يعني لازم تبقى واد كيوت كده وتقرأ الجملة بالراحة وعلى مهلك ما تستعجلش يا حبيبي عشان دي درجة خسارة. السؤال اللي بعد كده اللي هو رقم 40 ده اخر سؤال. يعجب بعض الناس بمحمد صلاح ويثنون عليه بحب بسبب ذكائه وقدرته على تسجيل اهداف وطيبته وتبرعاته الكريمه لقريته وبشكل خاص والجمعيات الخيريه في مصر بشكل عام. تعال بقى نشوف الاختيارات كده واحده بواحده. اول واحده people admire and praise محمد صلاح for his intelligence لذكائه ability to score goals قدرته على احراز الاهداف his kindness ولطفه يعني وعطفه and his generous donations وتبرعاته الكريمه والسخيه to his village particularly to charities in Egypt generally. دي موجوده صح. طب الثانيه ليه غلط؟ ما هو الباقي ده كله غلط بقى. هنا قال لك and admire people admire and praise محمد صلاح for their طبعا their دي غلط. محمد صلاح مفرد المفروض نقول his. طب دي people admires من اولها كده بايظه. people دي اسم جمع المفروض نقول admire. طب اللي بعدها people admire and praise محمد صلاح for his intelligence abilities غلط. هو قال لك هنا ايه؟ قدراته قدرة يعني ability لكن abilities قدرات وطبعا خطأ. خلصنا الحمد لله الامتحان انتهى الامتحان ندخل بعد كده على التالي ما عادش في تالي.